بدنا نيوبلازم يعني بملك نانسي او بنيوبلازم. بس الديوريشن تبعه قديش الديوريشن تبعه اذا قصيره وبالفحص السريري فبتغلب الانفلاماتوري بروسيس على النيوبلازم. بتبان علي كيف يعني بالهيستوري الهيستوري والديوريشن تبع تبع الفتره الزمنيه. كفي عينك على شكل حلقة حاولوا مع هذا ما رح نحصل على أدويت أو ديب أنستيشيا. لا يمكن الحصول على تخدير عمل لا يمكن بأي شكل من الأشكال لأنه في إنفلاماتوري بروسيس. اتفقنا قطعت الكهرباء؟ لا اتصل قاطع طول بالك أخي زبترين في ضغط ضغط هذا بيسبب لك شوية إيدام قليلا. بطل والله أنت بطل. هو بطل السابق. هو بطل هو الإطفائي بطل معناته واحد يتعامل مع النار. حد يرفع القواطع يا شباب فصله مو هو. يلا واحدة تانية الزاوية ما هي؟ اوكي هاي الرعد وهي الزاوية. اذا بمشي عليها انا تقريبا هيك نصها ماشي؟ لا باخذ لتحت مشان الندبي بدها تشكل ولو ندبي صغيرة مشان اخفيها يعني. باخذ النقطة الاكثر تموجا. بالون بالون ونفسنا. والله كيف حامل هذا انت والله بطل اقسم بالله العظيم بطل بطل بطل. جفف شوي دكتور لك اللي مستعد اكبر 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 ما في اكبر ما في شبه لي بدخل انا مغلق لحسن حظه هو صب سكين يعني تحت الجلد على الكرة هيكو ها شايفين؟ يعني حتى ما عندي منطقة عميقة أنا تحت السكين تماما ليكم انتبهوا انتبهوا طلع طلع ها انتبهوا ها ما ضل شيء أبدا هلا راح أفتح كل المسافات أنا هاي اسمها هيلتون ميثودز هيلتون ميثودز انتبهوا شايفين شو عم بيطلع ها ما في شيء بيطلع القسم السطحي هكا على السمحة في العظم وين وين حلو 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 ايه بكف 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 هلا قبضوا وحدها تاخذوا الجلد مع هاي مع هالحافه هاي خلص يا دكتور ما شو بحط له هلا شو هلا بده بده بعد منا تجيبوا الشاش كثير تحطي له مصر وتحطي فوق المفجر بعدين كمان شاش مره ثانيه وقطن ودمار الشاش اللي بنحطه عليه مصر باطنه هذا وسط عالي التركيز ففي شيء بيشي من الموجود جوا هون بصير على باطن على باطن بيوت وسيف الشاش خير خير